قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة معا نبني المستقبل بمحافظة الإسكندرية بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجمالي أطوال 140 كيلومتر، بالإضافة إلى أعمال الكباري. وتشمل أعمال تطوير محاور شرق الإسكندرية طريقا دائريا لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كيلومتر لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير وشرق مدينة الإسكندرية. محاور غرب الإسكندرية وتشمل محور التعمير بعرض 9 حارات لكل اتجاه بطول 35 كيلومتر، ويمتد 15 كيلومتر في اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا 4 محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كيلومتر لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض 8 حارات لكل اتجاه. محور ماريا العمراني الجديد بطول 14 كيلومتر وعرض 6 حارات لكل اتجاه لربط طريق الكافوري برج العرب بمحور التعمير بالقوس الغربي وحتى الطريق الصحراوي. محور النوبارية القوس الشرقي بأطول 25 كيلومتر وبعرض 6 حارات لكل اتجاه لربط محور التعمير بالطريق الصحراوي الإسكندرية القاهرة. محور مطار برج العرب القوس الغربي بطول كيلومترين وعرض 6 حارات لكل اتجاه، وذلك ليتكامل مع شبكة الطرق الجديدة والمطورة والتي تشكل طريقا دائريا لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بإجمالي أطوال 90 كيلومتر. هذا وقد استمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح حول المشروع من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حضرات السادة الحضور، كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. واسمحوا لي النهاردة يعني مقدمة سريعة جدا عن المشروع اللي احنا بصدد تفقده النهاردة ان شاء الله، وبنشرف بوجود فخامة الرئيس معنا الحقيقة، وهو المشروع محور التعمير. واسمح لي فخامة الرئيس، احنا يمكن هنا يعني حدي المقدمة كمقدمة استراتيجية، المحور ده اهميته ايه في اطار تنمية مصر كلها بالخاص وعلى الاخص منطقة الساحل الشمالي الغربي. الحقيقة يمكن حضراتكم احنا الحقيقة جمهورية مصر العربية يعني سيادة الرئيس من 2015 ومصر يعني الحقيقة متبنية برنامج يعني بجميع المقاييس برنامج استثنائي لتحقيق طفرة كبيرة جدا في مجال البنية الأساسية، وعلى رأسها طبعا محاور الطرق. وده يمكن يعني آخر تعليق يعني الإيكونوميست على هذا الموضوع في يوليو هذا الشهر، اللي هي أكدت أن يعني استمرار زيادة الحكومة المصرية في إنفاقها على مجالات الطرق والبنية الأساسية ده ليه تأثير كبير جدا على النمو الاقتصادي وعلى إتاحة فرص التنمية بصورة مختلفة على جميع المجالات، لأن كلنا عارفين أن الطرق هي بتبقى شرايين التنمية لكل الدول في العالم، وإحنا يمكن كمصر ده أهم محاور مخطط التنموي لمصر كلها هو محاور الطرق التنموية. فخامة الرئيس، حضراتكم جميعا عارفين الخريطة الخاصة بكل محاور التنمية، محاور الطرق اللي احنا كدولة مصرية بننفذها، والنهاردة يمكن دي اللي هي بنتكلم على 7000 كيلو جدد من المحاور الرئيسية اللي الدولة المصرية فعلا نفذتها وبتنهي تنفيذها في هذه المرحلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 5000 كيلو آخرين كانت طرق سريعة قائمة، ولكن النهاردة بنرفع كفاءتها زي محور التعمير بالضبط اللي هو بينطبق عليه هذا التعريف. لما نيجي نبص في هذه الخريطة بتظهر أهمية المنطقة اللي احنا موجودين فيها النهاردة ضمن مخطط التنمية لمصر، وهي منطقة الساحل الشمالي الغربي. وهنا يمكن المنطقة دي فخامة الرئيس فيها أكتر من محور النهاردة،
عشان نقدر ان احنا نشتغل عليها. انا بتكلم هنا على محاور تنمية، بنتكلم على ان يعني من اول غرب اسكندرية حتى منطقة السلوم دي كلها ما يطلق عليها المستقبل الحقيقي لاستيعاب اكبر زيادة سكانية في مصر. ويمكن احنا يمكن كنا في المخطط الخاص بالتنمية العمرانية لمصر لغاية 2052 المنطقة دي كان لوحدها بالظهير الصحراوي بتاعها المفروض انها تستوعب اكتر من تلت الزيادة السكانية اللي هتحصل على مستوى الجمهورية. المنطقة دي يمكن النهاردة طبعا من اول غرب اسكندرية ومع تطوير مينا اسكندرية والدخيلة ومينا ابو قير ومرورا بقى بكل الطرق اللي بتتعمل من غرب اسكندرية، ويعني توجيهات سيادة الرئيس ان يبقى التخطيط كله عبارة عن تجمعات تنموية تتعمل، وكفانا الخطأ التاريخي اللي عملناه بتخصيص الاراضي فقط لقرى سياحية مجرد بتبقى لبعض الاسابيع بتستغل، ولكن ننظر لعملية تنموية كبيرة. الكلام ده عشان يتحقق كان لازم يتحقق من خلال ان احنا ننشئ ونطور كل شبكات الطرق اللي موجودة في هذه المنطقة. المنطقة دي هتكون اللي عليها الدايرة، غير ان فيها طبعا مجموعة من المناطق التنموية بدءا من منطقة سيدي كرير اللي احنا فيها، برج العرب، وبعدين مدينة العالمين الجديدة، وبعد كده كل المخططات لكل المدن الاخرى، زاد عليها طبعا المشروع احد اهم المشروعات اللي اطلقها فخامة الرئيس ايضا مشروع الدلتا الجديدة، وده اللي هيبقى فيه الظهير الجنوبي للغربي، وده هتبقى طبعا اللي احنا بنستهدف فيه استصلاح اكتر من مليون فدان على الاقل كمرحلة اولى، واللي ده النهاردة ان شاء الله برضو كل شبكات الطرق اللي هتبقى موجودة بالاضافة مش فقط للطرق الى القطار السريع اللي المفروض ان شاء الله برضو بادئين في تنفيذه، كل الشبكات اللي موجودة مع تطوير المواني ده اللي هتستهدف فعلا تحقيق التنمية المتكاملة لهذه المنطقة. وعشان كده يمكن المشروع ده لما نيجي نبص عليه اللي احنا المكان اللي فيه منطقة الدلتا الجديدة واللي هي النهاردة متحددة اكتر من 1.7 مليون فدان، النهاردة لما نيجي نبص مع شبكات الترع والمصارف اللي احنا بنعملها النهاردة في الظهير او جنوب البحر المتوسط وعلى امتداد هذه المنطقة، بتظهر اهمية محور التعمير وامتداداته، ان ده هيبقى مستقبلا فعلا رابط ومنفذ لخروج كل المنتجات اللي بتخرج من منطقة وادي من الدلتا الجديدة عشان تروح على المواني الرئيسية بتاعتنا اللي بيتم تطويرها النهاردة زي الدخيلة واسكندرية وابو قير، عشان يبقى هي دي ممكن منافس تصديرية بإذن الله لهذه المنطقة. ايضا لو انتقلنا غربا هيبقى عندنا طبعا العالمين، وبعد كده بننتقل حتى الحدود مع ليبيا، فبالتالي النهاردة خلق مجموعة من المحاور في هذه المنطقة وعلى رأسها منطقة محور التعمير اللي احنا النهاردة كانت المرحلة الاولى فقط 35، والنهاردة ان شاء الله يعني بيضاف ليهم 15 بصورة مبدئية، يعني هيبقى بنتكلم على 50 كيلو محور مهم بالاضافة للطرق الاخرى اللي بتتعمل، هيبقى بننشئ شبكة كاملة من عملية التنمية في هذا المكان. فيمكن هنا وجود المحاور التعمير في هذا الجزء هيبقى مستقبلا نقدر نربطه مع منطقة الدلتا الجديدة، ونقدر فعلا نستفيد من التطوير هذا المحور لان هو نصل الى المواني بتاعتنا الكبيرة عشان نصدر المنتجات اللي المفروض ان شاء الله هتبقى من هذه المنطقة. اللي بعد سيادة الرئيس، طبعا الخريطة دي بتوضح النهاردة اهمية المحور اللي احنا كلنا بصدده، واللي المفروض كانت المرحلة الاولى بالكامل كانت بتصل الى 35 كيلو لغاية منطقة سيدي كرير، وتوجيهات حضرتك ان احنا ننتقل الى تنفيذ المرحلة التانية اللي بتصل الى التقاطع او طريق ما يطلق عليه طريق حسن علام اللي هو جاي من مدينة برج العرب، عشان تبقى دي مرحلة اخرى من مراحل التنمية لهذا المحور المهم، عشان يبقى كده باجمالي يبقى كله 50 كيلو ان شاء الله. لكن الاهم ان اللي بيتنفذ مع هذا الموضوع مجموعة كبيرة جدا من المحاور، طبعا رفع كفاءة طريق اسكندرية مصر القاهرة اسكندرية الصحراوي وزيادة برضو سعته، ولكن بيتنفذ معاه ما نطلق عليهم القوس الشرقي والقوس الغربي اللي المفروض النهاردة كل دي مع مجموعة من الطرق الاخرى اللي تم رفع كفاءتها زي طريق الكافوري وكل المحاور اللي بقت موجودة في هذه المنطقة، عشان نخلق شبكة كبيرة جدا من الطرق والمحاور في منطقة غرب اسكندرية، ودي تبقى نواة لعملية تنمية متكاملة ان شاء الله للساحل الشمالي الغربي. اخذا في الاعتبار طبعا ان بيحصل النهاردة تطوير كبير جدا لمطار برج العرب ان شاء الله هينتهي بالكامل العام القادم بإذن الله 22، عشان ده يبقى يتحول الى المطار
والرئيسي بالكامل بقدرات وسعات استقبال على أعلى مستوى سواء للركاب أو البضائع. عندنا مدينة برج العرب الجديدة، ولكن هناك أيضا مجموعة من المشروعات التنموية اللي النهاردة مقترحة عشان تبقى تعتبر ظهير عمراني أيضا لامتداد مخطط لمدينة اسكندرية. مشكلتنا طبعا في هذه المنطقة زي ما كنت بقول هي الطبيعة اللي نمت بها هذه المنطقة، كانت مجرد يعني قرى سياحية على الساحل، ويعني ظهير هنا يعني بينمو بطريقة تلقائية وغير مخططة. هدفنا من هذا الموضوع ان يبقى فيه تخطيط كامل لكل هذه المنطقة كامتداد للإسكندرية، ويبقى ايضا ربط مع كل المشروعات التنموية اللي بتتم في المنطقة اللي هي منطقة الساحل الشمالي الغربي. دي كلها التفاصيل. طبعا الحقيقة محور التعمير وزي ما حضراتكم هنشوف كان مجرد لما انشئ ثلاث حارات وثلاث حارات، يعني ثلاث حارات في كل اتجاه، ويمكن طبعا من ساعة ما تم انشاؤه لم يعني يتم عليه اي اعمال تطوير حقيقية، وبالتالي كان حصل عليه تدهور كبير. ولكن في اطار الرؤية التنموية اللي موجودة لهذه المنطقة، يعني كان توجيهات سيادة الرئيس ان احنا نوسعه باكبر حجم ممكن عشان نقدر نستوعب فعلا التوقعات المستقبلية لحجم الحركة عليه وحجم التنمية. فاحنا بقينا بنتكلم النهاردة لتسع حارات في كل اتجاه، وده طبعا يعني بنتكلم من 3 و3 الى 9 و9، وده طبعا بيبقى حجم كبير جدا عشان يتكامل مع كل المشروعات ويخدم كل المنطقة اللي هتبقى موجودة. ويمكن كان التحدي، يمكن زي ما هيعرض على حضراتكم بالتفصيل لاحقا، هو التواجد الكبير جدا لعدد كبير وهائل من المرافق، خطوط بترول، شبكات كهرباء ضغط عالي، خطوط وشبكات للمياه والصرف، حاجات كثيرة جدا، تواجدات الحقيقة كانت غير عشوائية وغير مخططة. كل ده طبيعة التربة في هذه المنطقة طبعا حضراتكم عارفين كلها طبيعة سبخية، فحجم تحدي كبير جدا عشان ننشئ الطريق ونرفع كفاءته بهذا الشكل. ده طبعا بالتفصيل النهاردة عندنا حجم هائل من الكباري والأعمال الصناعية اللي موجودة في هذا المنطقة، في هذه المنطقة. المرحلة الأولى اللي اتكلمنا عليها الحقيقة 35 كيلو، اللي هي بتبدأ من أمام مدينة صواري لغاية كوبري سيدي كرير، ودي متقسمة 3 قطاعات ال 35، كل قطاع سواء قطاع وادي مريوط، قطاع الملاحات، وقطاع بحيرة مريوط. ودي الحقيقة يمكن عدد من فخامة رئيس الأعمال اللي فعلا بتتعمل النهاردة، حجم جهد هائل بيتعمل في هذا المكان. طبعا زي ما بنقول كان الطريق فقط 3 حارات مرورية في كل اتجاه، النهاردة بنعمله 9 حارات، بحيث يبقى فيه 5 حارات طريق رئيسي و5 حارات و4 حارات طريق خدمة للنقل الثقيل، يعني دول اللي هم في كل اتجاه هيبقوا 9، 5 للعربيات العادية و4 للنقل الثقيل، بالاضافة طبعا لجزيرة متوسطة في النص احيانا بتزيد ساعتها او عرضها عشان بيبقى فيه خطوط، بيبقى فيه حرم لخطوط البترول اللي بتبقى موجودة فيها. ودي اعمال طبعا انشائية هنشوفها ونتفقدها بالحجم التفصيل الكبير اللي اتعمل فيها في هذه المرحلة. ولكن طبعا بالإضافة لكل ده يعني اتعمل يعني أعمال هندسية حتى لبعض المصارف لتعديل مسارها، وأعمال تكريك كبيرة جدا لإنشاء يعني جزيرة كبيرة هنستفيد منها بإذن الله في أعمال التنمية، وعدد من العديات اللي بتتنفذ في هذا المشروع الكبير. دي يمكن عدد نموذج للخطوط البترول الرئيسية اللي موجودة في مصر، وإزاي إن إحنا كان لازم نستوعبها في عملية التخطيط وتتحرك نتعامل معاها. ويمكن عشان كده تم إنشاء 18 كوبري في إطار هذا المحور المهم عشان نقدر نتعامل مع كل هذه التحديات اللي موجودة. ده بالإضافة إلى رفع كفاءة 6 كباري قائمة عشان نقدر إن إحنا يعني نحقق الغرض إن هو طريق حر بالكامل وما يبقاش عليه أي تعقيدات ولا إشغالات. بيتم مع نفس العمل أعمال إنارة على أعلى مستوى لهذا الطريق، بحيث فعلا إن شاء الله هتكون هذا الطريق كنموذج لكل الطرق الحضارية اللي مصر النهاردة بقت بتنفذها على أرض الواقع إن شاء الله. نتيجة لهذا الموضوع هيبقى فيه مساحات مكتسبة هتحقق الغرض اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى عندنا مناطق تنموية نقدر إن احنا نضع عليها مشروعات تنموية
تخدم المنطقة اللي هي موجودة فيها، وأيضا تبقى نواة لتخطيط حقيقي ويعني تنمية مخططة بدل ما النمو التلقائي اللي كان موجود النهاردة إن شاء الله. أهم شيء إن يعني توجيهات سيادة الرئيس كانت إن نبدأ هذا المشروع بنهاية العام الماضي، بدأنا فعليا يناير هذا العام، وإن شاء الله هذا المحور بإذن الله ينتهي قبل نهاية هذا العام، يعني هذا المشروع إن شاء الله يبقى مدته هي 12 شهر إن شاء الله. وبشكر حضراتكم يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، نشرف اليوم بتفقد سيادتكم أعمال تطوير محور التعمير بمحافظة الأسكندرية، والذي يعد شرارة البدء وحجر الأساس لإنشاء العديد من المحاور المرورية الخارجية لمحافظة الأسكندرية. ولقد كانت توجيهات سيادتكم نصب أعيننا دائما عند التخطيط والتنفيذ، ومتابعة سيادتكم المستمرة والدائمة دفعا لنا لتحقيق أعلى معدلات أداء في تنفيذ الأعمال بكفاءة ومعايير جودة يشهد لها الجميع. سيادة الرئيس، اسمح لي أن أنقل لسيادتكم كثيرا من رسائل الحب والاعتزاز والتقدير من مواطني الأسكندرية الذين يملأهم الأمل في غد مشرق ومستقبل واعد لأبنائهم، وتقديرهم لجهود سيادتكم للنهوض بالدولة المصرية وإعادة عروس البحر الأبيض المتوسط لمكانتها، وهو مجهود محل تقدير واعتزاز من جموع الشعب المصري. فبالأمس القريب قد شرفنا بافتتاح سيادتكم لمحور المحمودية شريان الأمل لمحافظة الأسكندرية، وهو ما قابله المواطنين الأسكندرية بكثير من التقدير والامتنان. وقبلها افتتاح سيادتكم مشروع بشائر الخير بمراحله المتعددة، والذي أصبح أيقونة النجاح ونموذج بديل للمناطق الغير مخططة والغير آمنة. ذلك التطوير الحضاري الذي لا يستهدف فقط توفير السكن، إنما يهدف لتوفير حياة كريمة. إن تفقد سيادتكم اليوم من أعمال تطوير محور التعمير هو صورة من متابعة سيادتكم لعديد من المشروعات القومية للجمهورية الجديدة، حلم وأمل كل مواطن مصري. واستأذن سيادتكم في عرض أهم المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة اسكندرية. زي ما سيادتك معالي دولة رئيس الوزراء أشار إن احنا بنعمل شبكة طرق كبيرة جدا في شرق الأسكندرية وفي غرب الأسكندرية، وتوفير مجال لوسائل المواصلات حديثة تتم في منطقة شرق اسكندرية، توزيع الحركة المرورية ما بين محاور متعددة في شرق اسكندرية. هنا يا فندم الميناء الجديد والأرض المكتسبة، وده داير يا فندم أبو قير اللي هو هيبقى 16 كيلو 9.5 كيلو إنشاء جديد والمشار ليه باللون الأحمر، و6.5 كيلو تطوير محاور حالية، والمحاور دي احنا عملناها السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، اللي هو طريق ابو قير من محور المحمودية ووصلة المعمورة 6.5 كيلو التقاطه الحالية. وهنا فندم هيبقى المحور تقريبا متوسط عدد حاراته كلها 5 حارات بكل اتجاه، يعني من 4 ل8 حارة بكل اتجاه، وهنوفر فيه المداخل الخاصة بالميناء التجاري والميناء الحربي والاراضي المكتسبة، وهنحافظ على الطرق اللي موجودة وحنرفع كفاءتها بحيث يعمل تنمية كاملة في منطقة شرق اسكندرية. الكلام ده متوافق مع خطة وزارة الإسكان والمرافق في خطة اسكندرية 2032 في شرق الاسكندرية. هنا فندم احنا اتكلمنا على منطقة شرق، ودي شرق الاسكندرية، وده الدائري اللي هيبقى موجود وهيخدم منطقة المعمورة ومنطقة المنتزة وجميع الاراضي المستهدف رفع التنمية فيها، وفي منطقة رشيد ومنطقة المعدية اللي هي ملاصقة لمحافظة اسكندرية، ودي محافظة البحيرة، يعني هو يخدم اسكندرية والبحيرة في المنطقة دي اللي بعد ده. فندم غرب الاسكندرية في محاور حالية الطريق الصحراوي، وفي فندم طريق الساحلي، وفي طريق برج العرب الكافوري، وهذا المحاور موجودة، لكن هي الحقيقة مع التنمية المخططة في هذا المكان لن تستوعب كل هذا الكثافة السكانية هتبقى موجودة وكل المشاريع المخططة في غرب الاسكندرية. عندي فندم الاول محور التعمير 35 كيلو، ولسيادتك
امرتنا بيه في اخر السنه اللي فاتت، واحنا بدانا تنفيذ فيه ولسيادتك مشرفنا فيه بطول 35 كيلو من مدخل مدينه الاسكندريه عند بجوار مشروع صواري وحتى كوبري كرير في منطقه سيدي كرير. 35 كيلو بالكامل ده فندم بعرض 9 حارات بكل اتجاه زي جزيره بعرض لا يقل عن 5 متر. تم تنفيذ عدد 18 عمل صناعي هندسي كباري خرسانيه باطوال مختلفه تتراوح من 400 متر طولي وحتى 1500 متر طولي، باجمالي اطوال 18 كيلو للاتجاهين، باجمالي مساحه 320,000 متر مسطح. تم تنفيذ عدايات مواسير مياه باجمالي اطوال 4500 متر طولي بمتوسط اقطار 1500 ملم. وتم تنفيذ اعمال تطهير للبحيرات والملاحات والترع والمصارف على جنبي المحور باجمالي 3.5 مليون متر مكعب. تم تنفيذ 1.1 مليون متر طولي اعمده رمليه من مخطط تنفيذه 1.7 مليون متر طولي. المعلمين الرمليه يا فندم شيء مهم جدا، ده اسلوب بنستخدمه عشان يحصل الهبوط المنتظر او اقصى نسبه هبوط منتظر. 70% من الطرق اللي احنا شغالين فيها كلها حوالين المجاري المائيه والمصارف والبحيرات، وده اصعب انواع التربه احنا بنشتغل فيها في المكان دوت، وهنقول الكلام ده سيادتك في التفصيل في حينه. تم تنفيذ اعمال تاسيس المحاور بمواد محجريه بما يزيد عن 20 مليون متر مكعب. مخطط تنفيذ اعمال رصف اسفلتي باجمالي 4 مليون متر مسطح. احنا فعلا بنشتغل الشغل لنا كله في اسكندريه من خلال مبادره سيادتك معا نبني المستقبل، سواء كانت في الاستثمار العقاري مع المستثمرين، سواء كانت في اعمال الطرق، سواء كانت في اي مشاريع قوميه بتتم داخل محافظه الاسكندريه. ده يا فندم المحور بالكامل، ودي نقطة المشاهدة اللي احنا متواجدين فيها على بعد 2 كيلو من بداية المحور من عند كوبري سيدي كرير وحتى منطقة مدخل اسكندرية في القطاع 35. حجم الأعمال الهندسية اللي موجودة يا فندم على المحور حضرتك موجودة من كل الأعمال الهندسية، سواء كانت كباري، سواء كانت أعمال صرف ومياه، سواء كانت أعمال مناطق تنموية. المحور بالكامل قدام حضرتك في العرض بتاعه. اتفضل. إجمالي طول المحور في 35 كيلومتر، إحنا قسمناه يا فندم لثلاث قطاعات. القطاع الأول وادي مريوط، وده سيادتك طول الطريق المحور فيه 14 كيلو. القطاع الثاني الملاحات بطول 11 كيلو. القطاع الثالث بحيرة ميرود بطول 10 كيلو. كل قطاع من دول يا فندم له نوعية خاصة في التعامل معاه، وله نوعية تربة مش ثابتة ومش كبيرة، وهنتكلم بالتفصيل في الموضوع ده اللي بعده. هنا يا فندم عندنا 8 شركات منفذة لهذا المشروع. عندنا يا فندم 250 مهندس عاملين بالمشروع. عندي عمالة مباشرة 3000 عامل بيشتغلوا في المحور. عندي عمالة غير مباشرة حوالي 5000 عامل موجودين. عندي حجم معدات كبير جدا، والشركات يعني جابت معدات أول مرة تشتغل على المحور. كل الشركات اللي بتعمل معدات هندسية بإجمالي 920 معدة ثقيلة، زائد 550 جرار نقل ثقيل. عندي 6-5 مكاتب استشارية مختصين بالمشروع، وكل واحد يا فندم من المكاتب السريه متخصص في الجزئيه اللي هو بيشتغل فيها. اللي بعد اتفضل. سيادتك نوعية المياه واضحة على جناب المحور فين.
يا فندم اللي فيه نقطه المشاهده ده زي صحرات يا فندم في كل اتجاه. ده الانتفاع اللي سيادتك امرت بيه 15 كيلو في هذا الاتجاه. عمل الطرق يا فندم المحور كان 3 حارات مرور مختلط بكل اتجاه باجمالي 6 حارات بعرض 26 متر. سيادتك امرتنا ان احنا ننفذ بيه 9 حارات بكل اتجاه، 5 حارة طريق رئيسي زائد 4 حارة طريق خدمة باجمالي 18 حارة بعرض من 90 ل 120 متر. وتوسطها في الجزيرة متوسطة لا تقل عرضها عن 5 متر وقد تصل في بعض الاماكن الى 45 متر. وده يا فندم عشان حرم خطوط البترول لازم نحافظ عليها بنسبه تنفيذ اجماليه لاعمال الطرق 50%. وده يا فندم القطاع التصميمي اللي بياكد ان 5 حارات للعربيات الملاكي واربع حارات لعربيات الخدمه وجزيره المتوسطه مع اعمده الاناره اللي هاي ماست في كل بكامل طول المحور. وصف اعمال الطرق يا فندم تطهير البحيرات والملاحات والترع والمصارف على جانبي محور التعميم باجمالي كميات 3 مليون متر مكعب حتى الان بنسبه تنفيذ 86%. وده يا فندم كانت بالنسبه لنا يعني تحدي كبير جدا لازم نعدي ولازم نعمله على اكمل وجه لتحسين نوعيه التربه اللي موجوده. تنفيذ 1.1 متر طولي اعمده رمليه من مختلط تنفيذ من مخطط تنفيذ 1.7 مليون متر طولي بنسبه تنفيذ 68%. وده يا فندم الاسلوب يعني كان اديني فرصه يا احمد لو سمحت. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور حسن، الدكتور عبد السلام موجود؟ الدكتور عبد السلام موجود؟ والفريق كامل موجود؟ واللواء ايهاب موجود؟ طب الدكتور عبد السلام هو كان رئيس المجموعه اللي هو مشرف على التامين الفني، التامين العلمي، التامين الهندسي للمشروع ده، فممكن اسمع من حضرتك دكتور عبد السلام. ايوه نعم يا فندم. كل سنه وانت طيب الاول. وحضرتك بألف صحه وسلامه. وبس عايز اقول لكم ان الدكتور عبد السلام يعني ده شيخ، يسمح لي اقول الكلمه ديت؟ لا اتفضل حضرتك. بس انا بتكلم لان الموضوع ده طبعا المشروع في المنطقه ديت في مجال نقاش كبير قوي، واحنا طبعا من 3 حارات ل 9 حارات ده مسطح ضخم جدا بيتردم في بحيره او في ملاحه او كلام من هذا القبيل، وبالتالي معرض ان الكلام ده كامل مش كده ان هو مثلا يحصل فيه هبوط على مدار مثلا سنه 2 3 حسب، وده كان محل نقاش هاب مش كده. فانا بس عايز اطمن، احنا الدكتور عبد السلام متابع الموضوع ده من كم شهر؟ من منتصف مارس تقريبا. طب اتفضل يا فندم طمنا الاول. هو احنا يعني بحضر الى الموقع تقريبا بزياره شهريه وبنستمر طوال اليوم موجودين بنتناقش في كل اللي بيحدث من اعمال، سواء استمرار لفحص التربه، اعمال تحسين التربه، اعمال اختبارات لخصائصها المختلفه، كل ده بنناقشه مع بعض طوال اليوم وساعات تمتد في الليل عشان يعني بنبقى على اتصال في خلال ما بين الزيارات المعلومات والحاجات اللي بتتم على أرض الواقع هنا بيبلغونا بيها وبنبقى بنتشاور في الأمر. هي القصة بتاعة المحور انه هو حقيقي رغم انه هو 35 كيلو انما هو من وجهة نظري أنا شخصيا يعني يعتبر من المشاريع الكبرى في يعني عالم الطرق نظرا للخصائص أو للسبيشيال الحاجات الخاصة الموجودة في الموقع. الخاص فيه أنه أنا عندي تربة غير متجانسة من ناحية الخصائص الهندسية، غير متجانسة الثيكنس اللي هي التخانة بتاعتها أو العمق بتاعها،
عمق التربة اللي احنا بنهتم بيه اللي هو تحت سطح المية من بداية تحت اللي هو القاع الحالي للملاحات او البحيرات اللي احنا هنأسس عليه. ودايما في العلم بتاعنا الطبقة المؤثرة في الحركة هي تكوينات الطين، الرمل صديق وينهي تحركاته سريعا مع الانشاء ولا مشاكل منه عادة يعني، انما الطين له مشاكل تستمر لعشرات السنين. يعني عندنا بعض مسائل نقول ده هيخلص 95% من هبوطه امتى، نقول بعد 60 سنة. بنتكلم في هذه الارقام مع الطين حسب السمك بتاعه وحسب نوعياته. فانا موجود عندي انواع طين هنا لها مختلفة النوعية في الخصائص الهندسية والثيكنس التخانة اللي بتختلف على طول المحور من موقع الاخر، تخانات يعني من متر الى 18 متر. التكوينات دي تعطي هبوط تحت احمال الطريق، حمل الطريق الميت اللي هو الردم اللي هنعمله عشان نصل لطبقات السطحية، ممكن الهبوطات تصل الى متر، ينضغط الطين بمقدار متر. هذا الكلام لو تركناه تحت الأحمال دي ياخد عشرات السنين عشان أوصل لخمسين في المية منه حتى. فالوسيلة اللي استحدثت له من ضمن الوسائل الجيدة لتحسين خصائص التربة اللي هي الأعمدة الرملية أو المصارف، هي مصارف رمل رأسية المياه تتحرك إليها أفقيا لمسافات قصيرة، بدل أن تتحرك رأسيا لمسافات طويلة نقوم نأثر وقت الهبوط، فنختصر عشرات السنين إلى سنة تقريبا. عندنا من الأرصاد حاليا مناطق حصل فيها من منحنى الهبوط لما يترسم نقدر نقول انه حدث حوالي 60% من الهبوط، مناطق لسه حديثة منفذة بعدها بشهور، فلسه احنا في المناطق بتاع 20-30% هبوط. بنحاول مع المصارف الرملية جيدة في الحالة دي عشان اختلافات العمق، لان المصرف بتاع الرمل او عمود الرمل الرأسي بيصل الى التربة السليمة الرمل اللي تحت. طيب يبقى باقي كام؟ باقي من الهبوط في بعض المناطق من عدة سنتيمترات قليلة الى ما يقرب من 20 سنتي، هيبقوا متبقيين. هنحط الطبقات السطحية ويتفتح الطريق للمرور، ويبقى فيه متوقع في السنوات القليلة اللي بعد كده العشرين سنتي المتبقيين او ما يقرب من ذلك ياخدوا مجالهم في السنوات بعد كده اللي بيتاخدوا في الصيانات الدورية للطريق. انا طبعا بشكرك على الفهم اللي احنا يعني فهمناه، وانا كان مهم ان الناس تسمعه مننا لان ده محل نقاش كبير من المهندسين طبعا اللي هم المعنيين بحالة الطريق وكفاءته، وحتى من المواطنين ان هم يبقوا مطمئنين ان الطريق دوت رغم ان هو اتعمل زي ما حضرتك قلت في ظروف يعني تربة صعبة جدا جدا في البحيرة أو في الملاحة على طول 35 كيلو، لكن الإجراءات الهندسية اللي اتعملت والأعمال التنفيذية اللي تمت تحقق أقل قدر، إذا كان التعبير ده مناسب، أقل قدر من الضرر للطريق على مدى زمني كويس. توافقنا على كده على التعبير ده؟ أوافق على كده. توافق على كده هو ده مظبوط. وإحنا مطمئنين يا دكتور عبد السلام، لأن إحنا لما حصل نقاش في هذا الأمر قلنا عايزين يعني أن ما قلت شيخ ما قصدش بيها أكتر من يعني هو الكبير العلامة في هذا المجال يبقى معنا في ربنا يبارك في حضرتك يبقى معنا في الموضوع، عشان يعني مش بس على قد المرة الأولانية خالص لما قلنا نعمل فحص للواقع اللي تم، لا قلنا يبقى موجود معنا لغاية لما ننهي الطريق إن شاء الله ونطمن إن إحنا تبقى يعني على الأقل اللي إحنا متوقعينه هو اللي بيتم. يعني طالما ان حضرتك قلت لي النهارده ان احنا في الصيانات الدوريه او الصيانات الطبيعيه للطريق
هي دي اللي هتقابلنا اثناء عمليات الهبوط وهنعالجها. خلاص يبقى الامور كده دكتور مصطفى تبقى عاديه مش كده يا فندم؟ تبقى كده مقبوله يعني. لكن انت بتنصح ان الطبقه الاخيره ما تتعملش، ما تتعملش الا ما نصل على الاقل من 75% من اللي حسبناه ثيوريتيكال نظري وتحقق بالقياسات الحقليه. الرصد الحقلي طالع بالصدفه الجميله يعني حاجه جميله ان هو موافق الحسابات، الرصد بتاع الهبوط في الموقع بالمساحه موافق لما هو محسوب، فده شيء جيد بيطمننا على اننا نعرف هنوصل يعني لل 75% بعد قد ايه عشان نقول حط الطبقات السطحيه. طيب احنا برضه يا دكتور عبد السلام احنا ماشيين في 15 كيلو اضافيين غربا بقى، وتقريبا في نفس طبيعه التربه اذا كنت انا يعني مش كده يا احمد ولا تمام يا فندم في نفس طبيعه. فبرضه احنا هنبقى محتاجين ان احنا نستمر بنفس يعني مسار العمل ده والمتابعه ديت لغايه لما نخلص بيت ال 50 كيلو. انا بشكرك يا دكتور عبد السلام، اتفضل. العفو يا فندم. اتفضل. اتفضل. انا بس حبيت ان احنا نطرح ونطمن يعني من المسار اللي احنا ماشيين فيه، وبقول ان احنا لما طرح هذا المشروع كان المطروح هو كان ثلاث حارات، واحنا لما بنيجي نتكلم في موضوع بنعمله مش بنعمله عشان يحل مساله مؤقته، لا احنا بنعمل موضوع يحل مساله مستقبليه يبقى قادر على استيعاب حركه على الاقل ال 20 سنه جايين. ليه؟ لان الجهد الهندسي اللي بيتعمل والتكلفة المالية اللي بتتعمل للمحور اللي هو ال 35 كيلو اللي قد يعتقد الكثير مننا انه تكلفته مش يعني قليلة يعني، وعدد السنين اللي يتعمل فيه محور زي كده ممكن يبقى اكتر من كده بكتير يعني، اذا كان بيتقال ان احنا ممكن نخلصه على نهاية السنة دي يعني التخطيط كان اكتر من كده كامل مش كده ولا كان لازم ولا لازم؟ لا لازم يا فندم. يعني اكتر من سنة اللي هو عمله طبعا ده كلام مظبوط وهندسي 100% عشان نحل بيه اسلوب تنفيذ الهبوط الغير منتظم اللي هو هيحصل زي ما الدكتور عبد السلام قال. احنا دلوقتي هيبقى عندنا فيه هبوط في المنطقة بتاعت اعمدة الرمل اقل بكتير جدا من الان بتوين المناطق اللي بينها، عشان كده لازم الدكتور عبد السلام يصبر شوية على طبقات الاسفلت لحد ما الان بتوين ده هيهبط اكتر، هو معايا وسمعني هيهبط اكتر من اعمدة الرمل، فلازم هستنى ممكن اديله طبقه اساس فعلا واستنى شويه لحد ما تندح ينضح كل الميه اللي تحت، وبعدين بعد كده اعوض ويحصل هبوط في طبقات الرمل اللي هي بين ان بتوين بقى بين اعمدة الرمل واعوضها تاني بطبقات اساس، وبعدين بعد كده اعمل طبقه رابطه واستنى برضه ما اعملش الطبقه السطحيه علشان برضه هيحصل برضه هبوط تاني ونرجع تاني نعوضه تاني بطبقات اسفلت او بطبقات مكادام بسن 2 اكتر من سن 1 وهو فاهم اللي انا بقوله عليه. الموضوع سيادتك التصريف المياه التربه، وانا ليا راي وانا ممكن قلت للدكتور عبد السلام، تصريف مياه التربه لما بنصرفها بشرايط راسيه مباشره بدل ما اعتمد على ان المياه تمشي افقي وبعدين تروح لحد عمود الرمل وتطلع راسي، انا كده يعني بطول فتره تصريف المياه، وده كان اسلوب اتعرض على حضرتك ان احنا اثناء العرض وكان حاضر الدكتور مصطفى ان انا ممكن اعمل شرايط راسيه لو انا مش هعمل اعمدة الرمل واطلع الميه على طول مباشره للسطح العلوي واصرفها واصبر عليها شويه برضو لحد ما تتبخر او تصرف واشتغل. انا شايف ان احنا يعني نصبر شويه على الطريق ما نستعجلش في رصف الاسفلت، ولو حتى اشتغلنا بعد كده نشتغل طبقه رابطه واحده فقط وبرضو نصبر كمان شويه ما نستعجلش حتى على السنه، يعني احنا بنعمل طريق يعيش العمر. فيعني احنا كنا فعلا احنا كنا في وزاره النقل واحنا دارسين كنا بنقول من 18 شهر ل 24 شهر. طيب يعني انت كامل عايز تقول ان احنا يعني الكلام اللي اتقال ان احنا منطقه ان احنا نحط طبقه ربط واحده او طبقه اسفلت واحده ونصبر شويه سنه ولا اتنين ده امر ماشي يعني ماشي يا فندم ومعمول بيه في كل حته. انا قلت حتى قبل كده 30 يونيو هيهبط 30 يونيو هيسطك هيهبط ومتوقعين كده ومتفقين انا والدكتور عاصم على كده. محور رياض الفرج يا فندم برضو كنا متوقعين يهبط اكتر من كده ولكن الحمد لله ما هبطش كتير لان احنا كنا اشتغلنا فيه بهراسات بوليجان وحاجات تقيله قوي. هبط دلوقتي فعلا احنا كنا متوقعين يهبط 6 سم في السنه هبط تقريبا سم واحد في السنه، بقى لنا دلوقتي تقريبا 3 سنين فاتحينه
يمكن اي حد ده كيمشي عليه دلوقتي يحس ان في عتبه كده صغيره قبل الاعمال الصناعيه، لان الاعمال الصناعيه ما بتهبطش بنفس هبوط التربه. ده متوقع فعلا في كل الطرق، واللي بيتعمل دلوقتي في الطريق ده ساتك سليم، بس لازم ساتك نستحمل عليه شويه. طيب ايهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فندم ده اختلاف وجهات النظر المكاتب الاستشاريه، كل الطرق توصلنا للي احنا طالبينه، ولكن الاختلاف بيبقى في اسلوب التنفيذ زي ما سياده الفريق كامل قال والدكتور قال، ولكن المحدد بالنسبه لنا فندم كهيئه هندسيه التكلفه الماليه، ده بيحقق وده بيحقق، ده بياخد مده طويله شويه وده مده اقل، ولكن المحدد بتاعي تكلفه ماليه. احنا كان ممكن ما نخليش الطريق ده اصلا يهبط خالص، بس السعر بتاعه كان هيتضاعف وممكن يوصل لثلاث واربع اضعاف كمان التكلفه بتاعه. احنا بننفذ المهمه باقل تكلفه ماليه، ويمكن الكلام ده احنا عرضناه في الطريق بتاع ابو قير قبل كده على سيادتك. احنا قابلين زي ما الفريق كامل قال وزي ما الدكتور قال ان احنا قابلين ان يحصل هبوط، الهبوط ده مقداره قد ايه مش فارق معانا كتير، ولكن التوقيت اللي هيفرق شويه. احنا ممكن افنم عشان نقلل تكلفه ماليه ممكن نقبل ان التوقيت بتاع الهبوط ده يطول شويه. زي ما الفريق كامل قال احنا قابلين ان احنا نقعد سنتين يا فندم ويحصل الهبوط، وهنعمل الطبقه الاسفلت الرابطه وعشان الناس تقدر تتحرك براحتها، وقابلين ان يحصل الهبوط ونبدا نعدل في الطريق تاني ونكمله. يبقى احنا كده تقريبا وفرنا اكتر من ضعف ثمنه للدوله في مده مثلا يقرب من سنتين بعد الانتهاء. وزي ما الدكتور قال احنا القياسات كلها شغاله وهتستمر معانا ان شاء الله سنتين لثلاث سنين، مفيش اي مشكله عشان نبقى مطمئنين تماما للهبوط، وشكل الطريق هيبقى يعني حاجه كويسه ان شاء الله. طب اتفضل يا هاب. شكرا. الدكتور حسن موجود؟ الاستشاري مش كده؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسلوب يا فندم اللي احنا استخدمناه ده السبب فيه كان زي ما سيادة اللواء ايهاب اشار التكلفه. طبعا كل الطرق سليمه وكلها هتؤدي الى نفس الغرض. الطينه عندنا زي ما الدكتور عبد السلام قال سمكها بيصل الى 18 متر والهبوط المتوقع فيها متر. لو سيبنا المتر ده يحصل كله اثناء عمر الطريق، الطريق هيبقى هبوطه غير منتظم، هيبقى فيه عتب ومطبات وما الى ذلك. فالمصلحه ان احنا نتخلص من هذا الهبوط في اسرع وقت ممكن، واسرع وقت ممكن ده هو وقت الانشاء اللي احنا فيه معداتنا بتقدر تعدل واحنا شغالين. عشان يحصل الكلام ده في عندنا اسلوبين، اسلوب اعمده الرمال او اسلوب الشرايط الجيتك ستايل. الشرايط الجيتك ستايل مع نوعيه الطينه اللي موجوده عندنا فيها مشاكل ان نتيجه الضغط ممكن بيحصل فيها انسداد. هي سمكها رفيع حوالي 2 3 4 ملي، فمع ضغط التربه ممكن تتسد وما تاديش الغرض منها، وده كان السبب اللي خلانا نتوجه ناحيه اعمده الرمل. وبالتالي احنا خدنا الاتجاه اللي شرحه بالتفصيل الدكتور عبد السلام ان احنا نعمل اعمده من الرمال ونراقب الهبوط بتاعها ونعدل في التصميم بتاعها اثناء العمل، بحيث ان احنا نوصل ل 70% من الهبوط اثناء فتره الانشاء، بحيث نتخلص من الكميه الكبيره من الهبوط ويتبقى لينا ال 20 سنتي اللي هي هتبقى طبيعيه اثناء عمر المنشا ومع اعمال الصيانه. طب انا بشكرك يا دكتور حسن. شكرا جزيلا. طيب انا بس حبيت ان النقاش يبقى موجود ويبقى مسجل علينا كلنا في اطار ان احنا طبعا وجهات النظر الهندسيه انا ما فنيا ما اقدرش اتكلم فيها دكتور مصطفى، ما اقدرش اتكلم فيها، لكن كل واحد هيدافع عن وجهه نظره، وكامل طبعا هيقول لك يعني الاشرطه، وانا كامل لما سبت الموضوع ده سبته عشان حاجتين، التكلفه الماليه وعمليه ان انا احط الاشرطه دي تحت كميه ضخمه من الرد انقلها في منطقه الملاحات بالطريقه ديت عشان اردم وتاخد لها سنه ولا اتنين تطلع الميه ديت، ويبقى انا بس ماشي على الثلاث حارات لمده سنه ولا اتنين لغايه لما اطمن ان حجم الهبوط بقى مناسب ان انا ابني عليه الطريق او محوره، او ان انا احط الدبش بتكلفته الماليه الكبيره. انا جيت على المشروع على الفكره دي،
خلي بالكم احنا بنجيب رجالة تشتغل معانا ونضع فيها الثقة في مشاريع بتتكلف عشرات المليارات ويمكن مئات المليارات كمان. انا بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تبقى الامور واضحة. احنا من النادر لما نجد ناس تقدر تحقق لنا كل اللي احنا عايزينه، من بالنادر. انا متابع حاجتي كويس قوي وإهاب، مفيش موضوع بيتعمل في الدولة المصرية إلا ما أنا شايفه كويس على قد ما بقدر وعلى قد ما بعرف، ولما بلاقي حاجة ما أعرفهاش يا دكتور مصطفى بجيب المتخصصين، المتخصص يجي يقول لنا رأيه في الموضوع إيه عشان فنيا يبقى هو أولى بالكلام وأولى بالمتابعة. وفي جميع الأحوال زي ما احنا قلنا في المحور ده إن هو يعني الهبوط منتظر او ده طبيعي، ولكن نسبته قد ايه؟ طب ما احنا في جميع الاحوال هنقف على يعني على طبقة واحدة هنعمله ونكمل بعد كده نشوف كمان سنة ولا اتنين لو احتاجنا نعمل كده تاني، مش هيبقى الامر بالطريقة دي. احنا بنتكلم في المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها ديت بما فيها الدلتا اللي ايهاب شغال فيها، بنتكلم في اكتر من 150 مليار جنيه، ولا انا مش واخد بالي؟ مش كده يا ايهاب ولا ايه؟ كان الكلام ده بيتم قبل كده يا جماعه، ان احنا نقول واحنا بنعمل الدلتا الجديده تخش تعمل العلمين وتخليه 7-8 حارات وتخش على الضبعه وتخليه 7-8 حارات ويبقى فيه تخطيط لشبكه الطرق اللي هتغطي الدلتا الجديده والتخطيط بتاعها عشان المليون ونص فدان اللي احنا رايحين لهم يبقى حاجه ما يحصلش تاني الكلام اللي حصل في بلدنا على مدى على الاقل 100 سنة اللي فاتوا، ان يبقى اي حاجه معموله وزراعه بتتعمل وبعدين استحط مبانيها وبعدين نعمل لهم طريق وبعدين كلام. لا احنا بنعمل النهارده حاجه على بعضها. المينا بتاع اسكندريه اللي بنقول عليه كان مينا عجوز نتيجه الظروف اللي موجوده، احنا بنغير واقع اسكندريه يا جماعه. النهارده لما بقول القوس الشرقي والقوس الغربي وبقول كمل المحموديه لغايه نهايته يعني 50 كيلو اضافيين على ال 25 بتوع المحموديه، مش كده برضو ولا انا؟ يعني 75 كيلو كانوا فين؟ كانوا عباره عن، انا اسف يعني، حجم التجاوزات اللي موجوده على المحور وعلى الترع وعلى الكلام ده، والناس حاطه على اراضي حرم الترعه مساكن بالالافات، بنعوض ب 2 مليار يا دكتور مصطفى؟ مش كده ولا مش كده؟ تمام. يعني 2 مليار جنيه بيتحطوا عشان نزيل منشآت موجوده على حرم ترعه ما اعرفش اتعملت امتى، لكن اتعملت عشان نرجع تاني نخلي حرم الترعه ده كويس ونعمل طريق مناسب على من اول اسكندريه لغايه البحيره اللي هم ال 75 كيلو دول. حجم الاموال اللي بتنفق عشان نعوض الناس اللي مالهاش ذنب في الموضوع حاجه ضخمه جدا جدا. فهنا مهم قوي ان احنا واحنا بنبص على ده نبقى شايفين قد ايه بلدنا كانت محتاجه جهد ومحتاجه متابعه. ولما نقول يا اهاب ان البحيره بتاعت كينج ماريوت او كلام ده يتم تطهيرها بشكل كامل، يبقى الناس المعنيين في المحافظه يبقوا منتبهين، لان انا وانا جايب الطياره برضو كده بصيت لقيت ناس في على المزارع السمكيه بتردم. لا احنا مش هيحصل الكلام ده تاني، وبالتالي لو سمحتم يبقى في توافق ويبقى في فهم مشترك للي احنا للاساس اللي احنا بنتحرك عليه. الاساس اللي احنا بنتحرك عليه بنقول النهارده ان احنا بنرجع كل شيء لاصله، يبقى انا النهارده لازم كمحافظ لإسكندرية على سبيل المثال او للبحيرة على سبيل المثال او اي محافظة اخرى يراجع بقى تخطيط العمران بتاعه. عنده وزارة الاسكان، مش كده يا دكتور مصطفى؟ عنده القدرة على ان هي تديله الخبرة وتديله المشورة اللازمة لاعادة تنظيم الاراضي. انا وانا جاي كده على محور التعمير وحتى من امتداد لغاية العالمين برضو موضوع، لا انا مش حاسس ان ايد الدولة موجودة في التخطيط وتنظيم الكلام.
اللي موجود. وانا ما اقصدش بكده ان انا يعني اقول لحد انه قصر يعني، لكن لازم ننتقل من الحالة اللي كانت الدولة فيها الناس بتتصرف بدون تنظيم وبدون تخطيط الى دولة بتشتغل والدولة ايديها واضحة وبصمتها موجودة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. انا بقول الكلام ده كده لان يعني المسيرة اللي احنا الواحد شافها وشاف قد ايه بلده يعني تعبت نتيجة ان احنا كمسؤولين، انا بتكلم مش عليا، مش بتكلم على الحكومة الحالية ولا حتى اللي فاتت، لكن على مدى السنين اللي فاتت كلها، لما ما حصلش ان اقول لكم على حاجة صعبة، ده يمكن الناس اتصورت ان المشاكل ملهاش حلول فهم يعملوا ايه كامل، ما يطرحوش مشاكل، مش مصدق انها ممكن تتحل. فاقصد اقول يا جماعة اللي احنا بنعمله ده، بنيجي نمسك منطقة على بعضها مسطحة قد ايه كله، ما يجيش 50 كيلو في 50 كيلو، الاقي ان انا محتاج ان نصرف عليها في حدود 150 مليار جنيه. بالمناسبة ده تقريبا كل قطاعات الدولة كده، تقريبا كل حتة في الدولة محتاجة كده. وحياة كريمة مش بعيدة عن ده، حياة كريمة مش بعيدة عن ده، لكن انا بتكلم على ان احنا عشان وانا جاي قلت طب اشوف الغرب الطريق بتاع ترعة محور التعمير، انا لقيت الناس يعني ايه على استحياء كده هتردم تاني في البحيرة. طب ما احنا ايهاب قلنا هنخلص ونطهر، وحتى المزارع السمكية متنظمة في سيطرة للدولة. يا جماعة مش بتاعتك يا ايهاب، مش بتاعتك يا ايهاب، دي بتاعت اجهزة الدولة مع بعضها، المحافظة مع الزراعة مع الري مع ده. واحنا كنا قلنا يا دكتور مصطفى ان احنا نخلي مسؤول او كيان هو بتابع البحيرات ديت عشان يكون لها قيادة يعني تتحمل او كيان يتحمل مسؤولية الموضوع ده. ولكن قلت لكم مرة قبل كده من فضلكم وممكن وزارة الدفاع توفر لكم الطيارات تطلعوا وتتفرجوا على المنشآت بتاعتكم وعلى الشكل العام للواقع اللي موجود فيه البلد. احنا جايين هنا عشان نشتغل ونغير حال بلدنا. ولما جينا النهاردة ولساعة لما الفريق كامل قال لي الطريق ده فني قدامنا 3 سنين عشان بس نحقق موازنته، طب انا هعذب الناس والناس اللي بتخش المواني من الاسكندرية والحركة اللي عليها طول الوقت على طريق 3 حارات، يعني خلاص لازم نعمله. يلا بكل ما تعني هذه الكلمة، وعشان يبقى بقول في 9 حارات منهم الـ3 القدام والـ6 اللي هيضافوا ليهم دول، بكل ما هيحقق مش بس للمينا، لا لأهل اسكندرية كلهم حاجة كويسة قوي في الحركة بتاعتهم، ولغاية ما نوصل لبرج العرب إذا كنت أنا فاهم. وبعدين وإحنا بنقول كده قلنا كل الطرق اللي موجودة في المنطقة دي بالكامل تتعمل. طب هتتكلف قد إيه؟ طب ده النهاردة وزارة النقل أكتر وزارة خدت مخصصات في الفترة الـ3 سنين اللي فاتوا دول، هو القطاع عايز كده، وكل قطاع هنخش فيه هنجد إن هو محتاج نعمل فيه كده، ري عايز كده، زراعة عايزة كده، صحة، أي حاجة. فعشان نعمل مجموعة الطرق ديت احنا بنتكلم في فلوس كتير قوي. طب احنا بقى هنأجلها لـ4-5 سنين او عقبال، لا ده على طول دلوقتي بنقول تتعمل بشكل متكامل بحيث ان احنا نطلع من المنطقة ديت بالكامل، حلنا كل مسائل. اتفضلوا استريحوا. توريد يا فندم 14 مليون متر مكعب مواد محجرية رمال وأتربة لزوم أعمال تأسيس المحور بنسبة تنفيذ حتى الآن 60%. معدل التوريد اليوم يا فندم كنا وصلنا ل 65 ألف متر مكعب في اليوم، متوسط 1600 رحلة في اليوم، مسافة 130 كيلو من موقع المحاجر، وده كان تحدي كبير جدا لنا في توفير المواد المحجرية هنا. اللي بعده طبقات اساس باجبالي كميات 310 الف متر
مكعب. هنا فندم بس هنعلق على الشريحه دي يا فندم، ان انا عندي اعمال رصف اجمالي 250 الف متر، انا حاليا ننفذ 7% منها بس. ليه يا فندم 7%؟ لان انا اصلا ماجل 43% اللي هي الطبقه السطحيه وطبقه الرابطه الثانيه، 43% متاجله لغايه بعد الافتتاح بعام بعام ونص، الكلام اللي كان بيقوله الدكتور عبد السلام. يعني انا عندي 7% متنفذ زائد 43% مؤجل، يعني انا 50% يعتبر دلوقتي من نسبه من الطريق معمول، فاضل لي 50% ثانيه لما نوصل لنسبه الهبوط اللي هي 70% اللي اتكلم فيها. واحنا سنتك عندنا 3 طبقات اسفلت، طبقه رابطه 6 سنتي، طبقه رابطه 7 سنتي، طبقه سطحيه 5 سنتي. احنا اللي عملناها الطبقه الرابطه الاولى فقط لا غير، ولما نيجي نفتح المحور هنفتح الرابطه على الرابطه الاولى بس. هنا يا فندم ده المحور القديم، كان منسوب الميه سطح الميه لمنسوب الطريق القديم 3 و3 50 سنتي فقط لا غير، وده كان بيسبب هبوط سنوي من منذ انشاء الطريق القديم، هبوط سنوي لان حركه الميه بتاثر على الركام اللي موجود تحت الطريق الاسفلتي، فكل سنه بيحصل فيه هبوط. تمام، احنا النهارده يا فندم وصلنا ان 9 حارات و9 حارات وارتفعنا عن سطح الميه ل 3.5 متر اعلى منسوب سطح الميه، وامننا الاجناب زي الشريحه اللي فاتت فندم، فبالتالي نسبه حركه الميه اللي موجوده مش هتاثر خالص على الطريق اللي موجود دلوقتي فندم. اللي بعده ده فندم موقف تنفيذي لده الطريق القديم يا فندم بتصوير اكتوبر 2020، ده كان 3 حارات في نفس المكان في يوليو 21/20، 9 حارات و9 حارات موجودين، الجزء اللي فيه اسفلت والجزء اللي لسه اتعطل منه شويه عشان ابراج الكهرباء دي كلها يا فندم تم نقلها، ابراج الكهرباء كان عند النقطه دي تم نقله لهنا. فبالتالي ده فندم فيلم يوضح احنا كنا فين وبقينا فين وبنعمل ايه. احنا معادنا على اخر السنه ان شاء الله يا فندم، معادنا اخر السنه يا فندم. ده يا فندم حجم التحديات والتربه اللي كنا بنتكلم فيها وحجم المعدات اللي كانت شغاله في مساحه صغيره عشان نحقق كلام بسرعه جدا. ده يا فندم كان في يناير 21، النهارده في اكتوبر 2020 كان المنظر بالشكل ده يا فندم. كان عندنا فندم مصرف القلعه، مصرف القلعه ده كان في حوض 6000، وده كان مشكله كبيره جدا في محافظه اسكندريه، نقلنا هذا المصرف لحوض الالف اللي هو قبل الطريق الصحراوي، وكركنا هذا المصرف بنسبه تكريك حتى الان 90%، فاضل لنا 10% بس وبنردم عشان نوسع الطريق في هذا الاتجاه. ده قدام فندم مشروع بشائر خيد 3، هوسع الطريق هنا وهيتعمل ستك هنا، ممشى اهل اسكندريه هيبقى على اعلى مستوى. اللي بعده هنا فندم كان عندنا اعمال المياه والصرف الزراعي، الطريق يا فندم مش اسفلت ومش ردم بس، احنا عندنا اعمال مياه وصرف زراعي، لان انا ماشي في الميه فلازم مع وزاره الري تحديدا ووزاره الزراعه الثروه السمكيه واخد بالي كويس جدا ومنسقين تنسيق عالي جدا معاهم. فبالتالي يا فندم انا عندي عديات بس في وادي مريوط الثروه السمكيه والملاحات واسفل الطريق حوض 6000، ده 4500 متر طولي عديات بمتوسط اقطار 1500، يعني عندي 2000 اللي هو 2 متر وعندي 1500. تحويل مسار مصرف القلعه 5 كيلو حولناه من حوض 6000 لل1000، دي مش اعمال طرق بس، اعمال ضروريه مرتبطه بالطرق اللي احنا شغالين فيها. انشاء جزيره بمسطح 3000 فدان بحوض 6000 فدان بحيره المريوط. وهنا يا فندم نقطة مهمة جدا، هنا ما نسقنا مع الثروة السمكية ومع وزارة البيئة ومع وزارة الري ومع وزارة جميع الوزارات المعنية عشان نعمل جزيرة 300 فدان. ليه يا فندم 300 فدان؟ لأن النهاردة أعمال التكريك دي سادتك بتتعمل في أحواض 200 متر في 100 متر، والاحواض دي بيتكرك فيها وبتساب من في الصيف 6 أشهر لحين ان هي تجف فيقدر ينقلها، وسيادتك في الشتاء بتحتاج سنه بتحتاج عام افضل اعملها كده. فمعنى كده ان انا مجرد ان انا اشتغل هنا انا عايز من سنه لسنه ونص عشان انقل نتج التكريك. فاحنا فندم عملنا صممنا سيادتك هنا جزيره 300 فدان، والكركات بترمي جوه هذه الجزيره،
وده بالتنسيق مع كل المعني، ودي هتبقى جزيره غير ماهوله، يعني هتبقى جزيره طبيعيه بيحتاجها الثروه السمكيه لتدفئه الزريعه، وهو كده لازم محتاج عنده 20% من مسطحات المياه لابد ان فيها جزر. فدي كانت فكره حلت لنا مشكله كبيره جدا. اعمال التكييف الفندي في مصر في القلعه القديم اللي احنا سدت خلاص لغناء اللي هو كان هنا حوالي 1.5 مليون متر مكعب، 1.5 مليون متر مكعب تكريك. اللي بعده التحدي الثاني يا فندم، احنا كنا نشتغل في تقاطع مع جميع المرافق، يعني سيادتك ده خطوط بترول، خطوط بترول لشركه انابيب البترول، خط البترول ده شغال وشغال وبين البترول، فانا ما اقدرش اتعامل معاه ان انا ما اقدرش الغيه، فاضطريت ان انا بشتغل ده بشتغل تحته بالشكل ده يا فندم زي ما حضرتك شايف، في وجود اشراف من وزاره البترول معانا على هذا الكلام للتامين، والحمد لله لغايه النهارده ما فيش اي مشكله من هذا الموضوع. اللي بعده التحديات وحلمين المواد الصرفة في جميع المواد، غاز كهرباء مية كله موجود يا فندم. اللي بعده عمل فندم جلا، ودي برضه مهمة جدا، ان احنا لما بنيجي نعمل مصارف المية بالمواسير الخرسانية اللي هي 2 متر ومتر ونص تحت الطريق، فالمصور الخرسانة ديت مشكلة ان ممكن التربة تحت المصورة نفسها تنهال او تميل او تنهي تبقى ضعيفة، فبالتالي المصورة نفسها ممكن تتكسر، فخلاص الماسوره دي اتحطت مش هيبقى لها اي لازمه في الموضوع، فاضطرينا ان احنا مع الاستشاريين عملنا اسلوب ان احنا نعمل الجلب دي يا فندم للربط في الوصلات بتاعه المواسير، وتحتها معمول زي ما حضرتك شايف الاساس بتاعها، بحيث ان هو يتحمل ان التربه حتى لو تحته حصل لها مشكله الماسوره تفضل موجوده مكانها. اللي بعده هنا فندم التحدي اللي قلت حضرتك عليه، ادي يا فندم الحواض ده حوض 6000، وده يا فندم احواض التجفيف اللي هي كانت حضرتك كنت امرت ان يتم تكريك حوض 6000 في المنطقه ديت، وده الطريق الصحراوي يا فندم مدخل اسكندريه، فالاحواض دي معموله النهارده بقى لها سنه ولسه ما فيش ان احنا نقدر نشيلها لان هي لسه ما جفتش، فبالتالي فكره الجزيره هنا كانت حل الموضوع دوت. اللي بعده عملنا الصيانه والحمايات لخطوط البترول، واحنا شغالين يا فندم من اهم المرافق كانت موجوده هي خطوط البترول ومن اخطرها يا فندم، فاحنا نفذنا بنسبه 85% صيانه خطوط شركه صامت، وحمايه خطوط شركه ميديتاب، وحمايه خطوط شركه ميدور، كل ده تحت اشرافهم الفني واحنا اللي منفذين هذا الكلام. اللي بعده ده يا فندم الكباري اللي عندي على طول المحور 18 كوبري باجمالي نسبه تنفيذ 89% من تاريخ النهارده يا فندم، مسطح الكباري 320 متر مسطح كباري موجود على محور التعمير. اللي بعده استخدمنا يا فندم في الكباري بس 135000 طن حديد، واستخدمنا حديد كمرات معدنيه 14000 طن كمرات معدنية، وكميات خرسانة للكباري بس 440000 متر مكعب، الأساسات العميقة بعمق من 24 ل 40 203000 متر طولي تم تنفيذهم بالفعل. اللي بعده ده يا فندم أشكال الكباري في الوضع الحالي اللي نسبة كل وكل كوبري نسبة تنفيذه كام. اللي بعده يا أحمد احنا كنا اتفقنا أي مصرف ترفع كفاءته اي ترعة بتعدى عليها بتعمل لها التدبيش بتاعها تمام فن. على الجنبين بتوعها تمام سواء كان تدبيش او تبطين يعني سيادتك هتشوفوا دلوقتي فن تم طيب. تنفيذه فن اضطرينا في بعض الاماكن الكباري ان احنا نشيل الكوبري القديم لانه مش هيحقق معانا، ده في منطقه كوبري الاباري وده من اخطر المناطق اللي بتخدم بابا 27 المينا، وعملنا كباري ربطت على كل الطرق الجديده بما فيهم محور التعمير، وهنا فندم في ده كوبري الاباري وده كوبري 27 اللي كنت بكلم سيادتك عليه. اللي بعده كوبري الكيلو 21 المحور اصلا كان على كوبري 3 حارات و3 حارات، فلما هخليه 9 حارات و9 حارات يا فندم فمضطر ان انا اعمل الكوبري 9 حاره و9 حاره، فازلنا الكوبري وخلينا في الاتجاه الثاني اللي هو 4 حارات و4 حارات، هو ده يا فندم اللي خليناه الليفيتور، ده وفر معانا وقت وفلوس وفي التنفيذ يا فندم. هنا يا فندم تعرض بعض الكباري والاعمال الهندسيه مع ابراج الكهرباء، انا يا فندم عشان ما نوقفش كلنا كتيم ورك سيادتك البرج الكهرباء موجود واحنا شغالين، هتلاحظ ان الحته دي ما فيهاش مش قادر اشتغل فيها كنت عشان من معدي خط الكهرباء هنا عالي وده هاي تنشن، وده بتنسيق وزاره الكهرباء كانوا بيتعاونوا معانا جدا يفصل لي 6 ساعات واشتغل وبعدين بعدها بيومين حسب خطه، فده كانت من احد التحديات اللي موجوده، وانا عاوز سيادتك كله تم نقله خلاص يا فندم. اللي بعده
النهارده الطريقه يا فندم زي ما اوامر سيادتك انه يبقى هاي ماست بارتفاع 25 متر. انا فندم عندي 242 عمود تم تركيبهم من اجمالي 755 عمود مخطط تنفيذه بنسبه التنفيذ 32%. اللي بعده ده فندم عندي إنارة الكباري نفسها، الكباري غير إنارة الطريق. إنارة الكباري عندي فندم 500 تم تركيب 588 عمود من إجمالي 1416 عمود بارتفاع 10 متر ونص بمسافة بينية ما بينهم 23 متر فندم، بنسبة تنفيذ 42% وكل التشوينات موجودة. الكباري هيتركب عليها. اللي بعده الضغط العالي فندم تم تنفيذ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، تم النقل كل الابراج دي فندم بنسبة 94%، يعني اللي فاضل لي حاجة قليلة جدا والشغل اتفتح ان شاء الله، يعني على اخر السنة كله هيبقى خلصان ان شاء الله يا فندم. ده فندم المحور تعمير 35 كيلو. اللي بعده عندنا فندم امتداد سيادتك امرت بيه 15 كيلو من كوبري كرير وحتى طريق برج العرب اللي هو مسمى حسن علام. الطريق ده 15 كيلو يا فندم بعرض 9 حارات، هيستمر بعرض 9 حارات زائد جزيره الوسطى. لو حضرتك وانا بعرض المحور طيب قلت لسيادتك المحور متقسم الى ثلاث مناطق، المنطقه بتاعت وادي مريوط ومنطقه الملاحات ومنطقه 6000. المنطقه يا فندم اللي هنشتغل فيها عشان حضرتك اثرت النقطه ديت اللي هي 15 كيلو هي نفس نوعيه التربه اللي في القطاع الاول من المحور المهول الحالي، وهو ده اجود نوعيه من الثلاثه، يعني اسوأ نوعيه هي يا فندم موجوده في الملاحات ودي اللي احنا استخدمناها فيها، لكن هنا هيبقى احسن كتير من الملاحات، وده القطاع اللي احنا زي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي يا فندم. تمام. اللي بعده المحور ده يا فندم هيبقى فيه اربع محاور عربيه عموديه هتربط الطريق الساحلي بمحور التعمير، محور الف وب وج ود، والاربع محاور دول يا فندم هيبقوا عليهم ستك ست اعمال صناعيه هندسيه، كباري باجمالي اطوال 18 كيلو كباري، تنفيذ مواسير عدايات لازم هنعمل برضو بمواسير عشان نحافظ على المياه اللي موجوده هنا. اللي بعده عندنا فندم بعد كده محور مرايا، ومحور مرايا ده محور مهم جدا هيربط فندم الطريق الساحلي بالطريق الدولي الساحلي بطريق برج العرب الكافوري، وهيعدي مسار القطر المكهرب الجديد القطر السريع الجديد، وهيصل الى القوس الغربي عند مطار برج العرب، وده يا فندم هيبقى ست حارات بكل اتجاه زي الجزيره الوسطى لا تقل عن 5 متر، في 5 عمر صناعي عليه، تنفيذ مواسير وعدات بحوالي 1500 او اطار 1500 حوالي 1000 متر طولي. اللي بعده محور مرايا يا فندم باختصار شديد ده تصميم المحور ودي الاعمال الهندسيه اللي هتتم عليه، وهو المحور كله 14 كيلو. اللي بعده دي يا فندم ضحيه ماريا، او يعني حضرتك جزء من ضحيه ماريا، ان احنا سيادتك هننفذ هنا اول قريه اولمبيه في اتجاه غرب جمهوريه مصر العربيه. هنستخدم سيادتك استاد برج العرب اللي موجود منطقه استاد برج العرب دي 1135 فدان، هيتم عمل عليها قريه اولمبيه ومشروع متكامل عندنا يا فندم. وده اهم حاجه يا فندم ونسيتك اثرته، ان احنا عندنا ده ترعه النبريه، ترعه النبريه هنا يا فندم هنعمل عليها القوس الشرقي. القوس الشرقي دوت هو فكره اصلا وزاره الاسكان، وكانت وزاره الاسكان كان عاملينه بس في اتجاه اخر ما كانش ماشي في الاتجاه ده، بس هي فكره ربط الشرق بالغرب في محافظه اسكندريه. ادي القوس الشرقي يا فندم ده هيمر بطول 25 كيلو طول على طول ترعه النبريه من المنبع. ترعه النبريه على فكره يا فندم من المنبع حتى المصب 122 كيلو ونص. احنا فندم هناخد اول 25 كيلو جوه اسكندريه بس اللي فندم هنخش بيها على الطريق الصحراوي، وعدد 10 عمل صناعي هيتم فيهم هيتم موجود هناك. اللي بعده ده يا فندم مسار القوس الشرقي، ده يا فندم باب 54 المينا، وده يا فندم المنطقه كوبري 54 سيادة الفريق كامل وزير النقل بيتم تنفيذ هذا الكوبري دلوقتي حاليا. احنا هناخد سيادتك ده محور التعمير، هناخد سيادتك من محور التعمير وهننزل لغايه لما نتقاطع مع الطريق الصحراوي. اللي بعده ده يا فندم الاعمال الهندسيه اللي هتتم عليه. اللي بعده ارجع تاني معلش. هنا يا فندم اوامر سيادتك ان احنا مخطط تنفيذ تدبيش لاجناب الترعه النبريه بطول 22 كيلو متر حوالي 300 الف متر مكعب، وعمل تكريك
باجمالي كميات حوالي 2 مليون متر مكعب تكنيك ال 25 كيلو بس دول يا فندم. والاعمال الهندسيه اللي هتتم عليه المصارف اللي بعده ده القطاع التصميمي. خش على الفيلم دي يا فندم. فرقة النبرية ده مجرى ملاحي مهم جدا في على مدار العصور في مصر. فرقة النبرية يا فندم في هنا فندم المواني دي محطة مياه. ده فندم البرجات ودي أراضي مفتوحة متصورة من ناحية الطريق الخلفي. هنا فندم في عمل هندسي مهم جدا على 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 ترعه النبريه. مسار الترعه بيتجه ناحيه اليمين ثم يتجه ناحيه يسار وينزل للمنبع. انا بس عايز اقول للدكتور محمد والدكتور مصطفى ان انا لما ادخل على ترعه زي كده واعمل لها اجناب واطهرها واعمل طريق يمين وشمال او طريق يمين حسب مش كده؟ تمام يا فندم. عشان اوفر حركه واوفر سهوله بعد بقى ما عملت الجهد اللي هعمله على ترعة زي كده بتخدم قطاع كبير جدا من الأراضي الزراعية. وإحنا بنعمل ده لازم أجهزة الدولة تتعاون معنا دكتور مصطفى في أن أي تعديات موجودة على الحرم أو جسر الترعة ديت يتشال. عشان إحنا بنتكلم على أن إحنا الطريق اللي هتعمل بنقول يعني ده بيدرس دلوقتي مش كده؟ تم التصميم يا فندم. هل هيتعمل يمين كله او يمين وشمال؟ ده اللي بيتم هيتم العرض. تمام. لكن احنا خدنا القرار بان احنا يا دكتور مصطفى نرفع كفاءة الترعة دي وندبشها ونعمل لها الجسور بتاعتها ثم نعمل محاور المرية اللي عليها. اللي بعده حاضر. في ترعة النبرية الصغير دي فندم ده هنا كده الطريق الصحراوي كمل. يعني كده خدت مسار بعدت بقى على ترعة النبرية ومصرف النبريه اللي ماشي جنبي دوت وهنا ساتك ده الطريق الصحراوي من هنا ينتهي قوس الشرقي في النقطه دي يا فندم. بعد كده اللي بعده قوس الغربي. قوس الغربي هياخد من النقطه دي هيبقى متكامل وهيوصل لغايه منطقه برج العرب ومنطقه استاد برج العرب. وده فندم حاليا جاري دراسته وتنفيذه بواسطه وزاره الاسكان. وده فندم 20 كيلو بطول بعرض 6 حارات في كل اتجاه. هذا المسار الابيض. من كده يا فندم هنبقى وصلنا ان احنا عملنا دايري جديد لمحافظه الاسكندريه ومحافظه البحيره بطول حوالي 90 كيلو متر. يبقى انا النهارده هعمل يعني هخفض الحركه المريه على الصحراوي القديم وعلى الطرق الموجوده. بالعكس هيبقى عندي دايري 6 حارات و6 حارات في كل اتجاه. ده هيساعد جدا جدا على التنميه في كل المنطقه اللي موجوده هنا. اللي بعده تكلفه يا فندم كل الاعمال دي حوالي 75 مليار جنيه واجمالي اطوار كل اللي حضرتك ان انا عرضته 140 كيلو متر طرق بما فيهم اتجاه الشرق يا فندم. تمام. بعد كده يا فندم في مدينه مشارف. مدينه مشارف احنا فندم حضرتك امرتنا بيها من السنه اللي فاتت فندم. حوالي سيادتك اطمن من سيادتك ده جدول يا فندم فيه كل مشروع بشائر الخير بالكامل في محافظه الاسكندريه ومحافظه ورشيد الجديده اللي هي بشائر الخير 4. اما الشغل يا فندم في محافظه البحيره لسه فندم تحت الدراسه. انا عندي يا فندم 100,000 وحده سكنيه اتنفذ منهم حوالي 80% منه فاضل 20% فقط. يعني عندي يا فندم كل عمود سيادتك راسي من ده فيه بشائر منهم. عندي سيادتك 100,000 وحده سكنيه. مشارف لوحدها 63,206 وحده سكنيه. سيادتك في اكتوبر 20 اعطيتنا الامر احنا فندم ان شاء الله اكتوبر 23 مشارف هتكون منتهيه تماما. والتكلفه الموجوده لكله زي ما حضرتك قلت تكلفه بالمليارات. تكلفه كبيره جدا عشان نحل مشكله البدائل. اللي بعده مدينه مشارف فندم دي على 550 فدان. دي عباره عن بشائر خير 6 7 8 9 وفي اسكان استثماري مجاوره 1 و2 و3 و4 واسكان اجتماعي 5 و6 و7 و8. اللي بعده التخطيط بتاعها فندم دول 550 فدان يا فندم. عندي سيادتك المنطقه السكنيه عالم المنطقه السكنيه. المنطقة السكنية يا فندم دي حوالي 410 فدان. والمنطقة يا فندم منطقة حرفية وصناعية ودي بتتنسق مع السيدة وزيرة الصناعة المنطقة الصناعية والحرفيين دي يا فندم. عندي يا فندم ده التخطيط كامل لكل المشروع وكل مجاورة فيها كم فدان ومساحة الأرض قد إيه ومركز المشروع قد إيه. اللي بعده ده يا فندم بيوضح لي
انا هوفر 63 توزيع 63 الف واحد سكنيه توزيعتهم ايه؟ دول 410 فدان. عندي فند مناطق خدميه 44 فدان ونص. عندي فند عدد العمارات اللي موجوده 1211 عماره. عندي عدد الوحدات 63 الف وحده سكنيه. المسطحات التجاريه هتبقى موجوده عندي فندم 481 الف 685 متر مسطح. اللي بعده ده فندم كان التصميم التخيلي. اللي بعده ده فندم شكل العماره اللي هتبقى في الاستثماري الواجهات بتاعتها. اللي بعده ده فندم تصميم العماره. العماره الشقه هتبقى 145 متر مسطح ثلاث اوض وصاله. اللي بعده تصميم معمول بحيث ان نسبه التحميل للخدمات تبقى اقل عشان دي بتخدم بشائر وبتخدم الاسكان الاجتماعي. اللي بعده اللي بعده عنوان سيادتك بسرعه كده يلا الفيلم. ده اخر موقف تنفيذي في يوليو 2021. دي مدينه مشاريع فندم اللي احنا فاتك خدنا الامر بيها في اكتوبر 2020 وربنا وفقنا تماما بالتنسيق مع كل جهات الدولة وكل الوزارات المعنية سواء وزارة الكهرباء او وزارة الاسكان او كل الوزارات المعنية اللي بتعامل معانا. المشكلة اللي عندنا فندم عندنا ردم كبير جدا بيوصل 12 متر. ده فندم الوضع الحالي في يوليو 2021 واحنا مستمرين ووصلنا نسب كويسة جدا. خط الكهرباء الحاجة يعني شايفه في الناحية التانية ده تم دفنه بوصلة وزارة الكهرباء وجاري ان شاء الله بعد العيد بشهر هيكون خلص قصة خط الكهرباء وابراج الكهرباء اللي هي مع الطلالي نسبة من المشروع. ده فندم حجم عمالة كبير جدا شركات كلها زي ما حضرتك امرتنا شركات صغيرة وكبيرة فعمل مستوعبة حجم عمالة كبيرة جدا. دي فندم ارض الالف فدان اللي مجاورة للمشارف ودي فندم في تنسيق مع بنك مصر ان هي هتنضم للمشروع وهتبقى مشروع استثماري. اي امر. شكرا يا استاذ. اسمح سيادتك يا فندم في تفقد المحور. غير مخطط بالكامل. بالتالي حضرتك امرتنا ان احنا نعمل تخطيط لهذا الكلام وندخل معانا جميع الوزارات المعنيه لربط على المحاور الجديده. الطريق يا فندم اللي هو في الاتجاه الساعه 2 هنا يا فندم. الطريق ده يا فندم اللي هو بيوصل الى مطار برج العرب كرير مطار برج العرب. ده خمس حارات وخمس حارات ووزاره الاسكان وزارة إدارة النقل فندم كانت نفذته هذا الطريق. هنا فندم المحور في الاتجاه فندم الساعة 9 هو ده فندم المحور. هنا فندم 9 حارات كل خطوط الكهرباء اللي حضرتك سايبها دي فندم دي كانت موجودة على الطريق القديم جوه على بعد حوالي 100 متر وتم نقلها يا فندم بكده وكل الـ 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 الارض اللي معموله يا فندم ومتدبشه دي كلها جديده احنا عاملينها ونقلوا فيها خط الكهرباء ده يا فندم. الموضوع اللي احنا واقفين فيه ده يا فندم دي المنطقه الاولى. المنطقه الاولى هي احسن تربه في من الثلاثه وهو ده نفس نوعيه التربه وهي دي نفس البحيره اللي هي يا فندم هنكمل في اتجاه الغرب. مفيش فيها المشكله اللي بتاعت الملاحات. مفيهاش مشكله الملاحات. الملاحات مشكله كبيره جدا يا فندم. خلصنا التطهير كل الاعشاب ان شاء الله مخططين ان البحيره ننتهي منها فندم في 30/6 القادم ان شاء الله. انتوا عندكم خطوط التنظيم وعندكم البيانات الاوليه بتاعت المواضيع دي مش كده يا دكتور؟ اللي هي بتقول هنا كان ايه؟ كان في شوفوا انا عايز اقول لكم لابد ينتهي التعدي والتجاوز اللي موجود في البلد وده مش بتاعنا بس ده بتاعنا دكتور مصطفى كلنا المحافظين وزير الامن كل حد معني وزاره الري وزاره الاسكان وزاره الزراعه كل من هو معني بالموضوع يبقى معلك ده ما يسيبش ابدا ان احنا رايحين نعمل ايه لان ده معناه احنا قلنا ايه هناخد خط كده خلاص مش في جديد تاني لا مش هينفع ابدا اللي انا بشوفه ده وعشان كده بقول من فضلكم لو انتم محتاجين تبصوا على قطاع المحافظه قسموا القطاعين 3 4 ونطلع ونبص عليه ونشوف معانا مختصين بحيث ان احنا
هناخد اجراء كويس. انا بعد اذنك هجهز الخرائط بتاع المتغيرات المكانيه هنا ونبعتها للمحافظه عشان يشوف الفرق اللي تم خلال الست شهور والسنه والسنتين اللي فاتوا ويقدر يحصر فيه كل المتغيرات اللي تمت ان شاء الله. انا عايز اقول ايه، هي ما بقولش ان الاحواض السمك دي او الاحواض الاستزراع دي ولايه وزاره الزراعه، فانا ايه ماليش دعوه، لا احنا مع بعض كلنا عشان نبقى، والمحافظه انا قلت بره قبل كده هو مين يا فندم؟ رئيس جمهوريه المحافظه. يبقى كل ما انت عندك مديريات الزراعه والصحه والتعليم مش كده برضه؟ الري وكل دول موجودين معاك عشان ايه؟ بيمثلوا الوزارات عندك كده. احنا طبعا التدبيش ده داير البحيره ولا هنا؟ لا هنا بس في جنب الطريق. ها لا يا فندم، له علاقه بردم الطرق. لا انا فاهم انا فاهم، لا انا بتكلم ان احنا كنا قلنا ان اي حاجه بقى هنعملها هنعمل طريق كوز شرقي كوز غربي، طالما ان هو على حد البحيره يبقى برضو ندبش كده عشان كده احنا بنقول للناس خلاص دي بحيره ما تقربش اكتر من كده، ما حدش يقدر يقول كرفنا رفعنا مخلفات جودنا حاله المايه اللي موجوده فيها ثم رحنا محوطينها عشان ما حدش يتعدى عليها تاني. تمام. الكلام ده مش لينا احنا، الكلام ده احنا بنعمله مش لينا احنا ولا لعصرنا حتى، ده يا دكتور مصطفى لقدام لل 20 30 سنه جايه هيبقى في فرصه لحد يا كامل ان هو يخش ها ياخد بقى يحط يد خلاص حتى. لا لا عايزين تبقى فيها استزراع سمكي يبقى موضوع مقنن و متخطط تماما ومتابع، ما يبقاش الموضوع ايه الناس بيتساب كده يعني. تمام. هو سيادتك كنت سيادتك سالت على موضوع الطرق بتاعت الدلتا الجديده، احنا بالفعل خلصنا التصميم مع الجامعات المصريه كلها، وسيادتك حصرنا حجم الطرق اللي موجوده، احنا عندنا سيادتك نوعين من الطرق احنا بننفذهم، عندنا طرق رفع كفاءه التطوير واللي سيادتك صدقت عليه، طريق مصر اسكندريه ده طوله 160 كيلو متر. انتوا اللي بتقولوا النقل اسكندريه احنا الوضع النطرون العالمي. الطريق ده يا فندم كان الوضع الحالي اللي كان شغال 4 حرم مروريه للطريق الرئيسي و2 للخدمه، احنا دلوقتي شغلنا فيه احنا تقريبا نسبه تنفيذنا حوالي 12% في رفع الكفاءه. الطريق الثاني يا فندم طريق الضبع واحنا بدانا فيه تقريبا من 15 يوم قبل العيد، الطريق ده فيه 3 حرم مروريه الوضع الحالي، ان شاء الله يا فندم هنخلي الطريق الثلاث حرم مروريه اتجاه رئيسي بس ما فيش خدمه، ان شاء الله هنخلي الطريق الرئيسي ده 5 حرم مروريه وهننشئ طريق خدمه جديد يمين شرق وغرب، وده هستك هيبقى 3 حرم مروريه يعني اجمالي الطريق هيبقى 8 حرم مروريه لكل اتجاه. الطريق ده يا فندم عليه 11 محطه وقود، احنا بعد التصميم اللي اتعرض على سيادتك احنا نوصل ل 18 محطة، هيبقى شمال الطريق 9 وجنوبه 9، وده احنا عشان نظمنا المسافات بين المحطات في حدود من 30 ل 35 كيلو، بحيث ان اللي مسافر على الطريق الطريق ده يا فندم هيبقى طريق رئيسي بالنسبة للدلتا الجديدة، ده طوله 260 كيلو. انت قلت لي انت عارف طريق حر ان شاء الله، وهنعمل تمام هنعمل هنعمل 12 كوبري دوران للخلف عشان ده يبقى طريق حر، يبقى طريق مصر اسكندريه 160 كيلو حر، طريق الضبعه 262 كيلو طريق حر، بالاضافه اللي احنا بندرس فيه ويتعرض على الطريق العالمين اللي بيعملوا. ايوه هو بدا انا سالت سياده الفريق كامل انه بدا فيه زياده بقى فندم، الطريق اللي هو بتاع مدينه العالمين هو جوه مدينه العالمين 3 حرم مروريه وخارج المدينه 2 حرم مروريه، احنا ان شاء الله التصميم عاملينه 4 حرم مروريه رئيسي و3 خدمه، ويمكن هنراجع زي ما سيادتك امرت خطوط التنظيم وهنشوف هنقدر نعمل الثلاثه الخدمه داخل العالمين ولا الثلاثه خدمه دول هيبقى خارج العالمين بس. تبقي الطرق اللي هتبقى جوه الدلتا بالكامل 2000 كيلو طرق متقسمين لثلاث انواع، طريق اقليمي وده سيادتك 300 كيلو وده هيربط بين 3 محافظات، الدلتا هتربط بين محافظه المنوفيه والطريق الثاني هيربط بين الغربيه، الطريق الثالث هيربط بين محافظه البحيره، ده 300 كيلو، الطريق هنا فندم عرضه 70 متر. النوع الطريق الثاني اللي هننفذه ده طريق
الطريق سيادتك عرضه 60 متر، وده تقريبا طوله هيبقى 1000 كيلو، يبقى كده 1000 كيلو داخلي داخل طرق الطريق الشرياني هيبقى داخل المدينة. النوع الثالث يا فندم طريق تجميعي، الطريق ده هيبقى بطوله عرضه 35 متر، ده اللي هيبقى محدد للأراضي اللي موجودة. إجمالي أطوال الطرق داخل الدلتا 2000 كيلو، واللي احنا بنرفع كفاءة 500، يعني تقريبا الدلتا كده واخدة مننا 2500 كيلو طرق، بين رفع كفاءة وتطوير وبين إنشاء جديد إن شاء الله. برضو يا محمد انتم عاملين ارتباط بين ده وبين 18000 و 18000 أيوة كده ولا ايه؟ أيوة تمام. هيبقى متبقي سيادتك المحطات الرفع، احنا عندنا كنا مصممين الاول 12 وبعدين ضفنا محطة جديدة عشان المصارف اللي احنا بنعيد توظيفها بنعمقها بنوسعها بنعيد تأهيلها تاني، اللي هم 105 كيلو، منهم فندم 31 كيلو هيتعاد الميل بتاعهم. فاجمال المشروع فندم ماشي كويس الحمد لله رب العالمين. نتكلم ان الشغل متكامل مع بعضه، الطرق اللي بتعملوها مع المحطات اللي بتعملوها تمام، مع تسويه الارض اللي بتتعمل تمام في جوه تمام، مع شبكه الكهرباء مع ده مع كل مش كده، حتى مسار القطر السريع حاجه تاني. طيب شكرا. خلصت الموضوع بتاع الطريق بتاع جرجوب ال 200 كيلو 210 منين، من مطروح ولا من جرجوب؟ كم حاضر طب فاضل على مطروح قد ايه؟ فاضل على مطروح قد ايه؟ 70 كيلو. طيب يعني شوفوا راجعوا معاهم لو جاهزين واللي تامر بيسير السر العالم يعملوا مش مشكله. ركبنا اول وصله وتاني وصله ان شاء الله تتحرك بكره، والثالثه موجوده عندنا، فاول ما الثانيه توصل ممكن توصل بعد بكره هنركبها ان شاء الله بدون مقاطعه، هنركبها على طول وفوقها الوصله الثالثه والباقي كله تتابعه بقى ما راجع جاي ورا بعضه ان شاء الله. شكري بعد فريق ان شاء الله توصل. طيب شكري. جيت في العيد ليه؟ لينا الفخر يا فندم. ربنا يوفقك. وداخلين في الحياه الكريمه برضه. انا عايز اقول على حاجه بالنسبه للحياه كريمه. احنا مجموعات العمل يا اهاب. ان شاء الله يا فندم. مجموعات العمل وهي داخله هتدخل في فوق. لا مش بس كده، في توقيت مع بعض ان شاء الله بوضوح عشان الناس تعرف قد ايه حجم العمل اللي احنا هنعمله. ان شاء الله. وهنا زي ما بقول الشعبه وكل ضابط معني بالموضوع في ال 52 مركز. ايوه فندم. وال 26 دي كنت احنا 27 27 و 25 وزاره الصحه ان شاء الله. انا هخش وهشوف المراكز ديت والقرى ديت ان شاء الله. وبحلم والله العظيم ان الحاجه دي تبقى حاجه معموله ترضينا او ترضي ربنا ثم ترضينا ان شاء الله. ان شاء الله. فانتوا اللي موجود جوه هاب لازم يبقى عنده لا مركزيه في القرار ان شاء الله. يعني يقدر النهارده رئيس الشعبه نائب رئيس الشعبه لو في حتى ضابط اقل من كده بس هو اللي متابع الموضوع اقل في الرتبه يعني تمام متابع الموضوع. طب في فكره هو شايفها يقول لنا، لكن احنا لازم نعمل سياق عام اللي احنا بنفكر فيه نعمله. احنا كمعنيين بمتابعه الشغل في القرى اللي احنا بنتكلم عليها دي لازم السياق العام ده يبقى عندنا كلنا على سمت واحد، يبقى عارفين احنا هنعمل ايه، احنا عايزين نعمل ايه، احنا بنبطن ترعه ولا بندخل ميه شرب وبنحسنها ولا بنحسن شبكه الكهرباء ولا بنصرف الصحي للناس ولا المباني اللي هي بنرفع كفائتها ولا المباني اللي هي بتاعت الدوله اللي بتتعمل جوه، ده كل حاجه على بعضها. فانت المعني بالموضوع كل قريه انت عايز تغير ايه يا اولاد؟ تغير حياه الناس، نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى حاجه تانية خالص ان شاء الله. وطبعا مع الاهالي اللي موجوده اتعاونوا معاهم عشان هم كمان يساعدوا في موضوع مثلا حاجات تحسن من المخرج النهائي. لو احنا خرجنا ان القريه فيها صرف وميه وكلام من هذا القبيل بس من غير ما شكل القريه يتغير تماما، انا بقول احنا مش هيبقى لسه
احنا عايزين ناخد خط كده على الشكل اللي كان موجود قبل كده والمضمون اللي كان موجود قبل كده يا محمد. وبصراحه انا كنت قلت للدكتور مصطفى مش كده ان احنا نعمل مسابقه لافضل مركز وافضل محافظه وافضل قريه ان شاء الله مش كده يا فندم؟ ان شاء الله. ونحط رقم معتبر للي هيتعمل الاول الاول الثاني الثالث سواء كان للوحده نفسها اللي هو المحافظه يعني او المركز او القريه او الناس المشرفه على المنفذين عليها. والمكافاه هنا مش الفكره فيها يعني العائد لا لا هو المعنى المعنى ان انا خدت مهمه وجريت عليها وبذلت فيها جهد كبير والجهد ده اهو الناس كلها قدرته وقالت عليه كده. المشروع اللي احنا بنعمله ده فضل من ربنا علينا. مشروع الحياه كريمه ده فضل من ربنا وامر غير مسبوق. لو عملناه صح كمان هيبقى عملنا امر غير مسبوق باسلوب غير مسبوق. ربنا يوفقك وسلام طيبين.